أعزائي المشاهدين في كل مكان، أحييكم أجمل تحية وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مال وأعمال. نتناول في هذه الحلقة الرعاية الصحية وحوسبة القطاع الصحي في المملكة وأهمية ذلك لرفع مستوى الخدمات الصحية وزيادة كفاءتها والارتقاء بالخدمات للمستويات المتقدمة ومواكبة التطورات في هذا القطاع، وكذلك رفع إنتاجية المؤسسات التي تعمل على صناعة الدواء في المملكة وتنويع هذه المنتجات خدمة للقطاع الطبي من ناحية وخدمة للاقتصاد الوطني من ناحية أخرى. للحديث حول هذه المحاور يسرنا أن نستضيف رئيس مجلس إدارة مجلس اعتماد المؤسسات الصحية والرئيس والمؤسس لشركة فارماسي ون الدكتور أمجد العريان. أهلا وسهلا بك دكتور أمجد. وأيضا الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية السيد رامي عدوان. أهلا وسهلا بك سيد رامي. يعني دكتور أمجد، البداية معك. بالأردن احنا أدركنا مبكرا أهمية الاستثمار في القطاع الصحي وتطويره وتنويع الخدمات وأيضا إدخال التقنيات الحديثة إلى هذه المؤسسات، سواء كانت شركات تعمل في القطاع الصحي أو مستشفيات وخلافه، إلى أن وصلنا إلى أن أسسنا مجلس يعني لاعتماد المؤسسات الصحية بطريقة ممتازة جدا تضاهي أعلى درجات الاعتماد. دكتور، المجلس، ما هي مهام المجلس؟ ما هي النشاطات التي يقوم بها؟ وما هي الإنجازات التي تحققت حتى الآن؟ شكرا للاستضافة. مجلس اعتماد المؤسسات الصحية مجلس بيشتغل بالقطاع الخاص، بيشتغل بالحكومة، وبيشتغل بالجيش، وبيشتغل على اعتماد الجودة للخدمة اللي بتتميز فيها كل المستشفيات سواء بالقطاع الخاص أو العام. احنا اخذنا اكريديتيشن من اسكوا اللي هي من اكبر الشركات العالميه للاكريديتيشن. احنا المؤسسه الوحيده بالشرق الاوسط اللي عندها القابليه انه تعطي الاكريديتيشن للمستشفيات الاعتماديه للمستشفيات. فبالوقت الحاضر عندنا عدد كبير من المستشفيات بالقطاع الخاص ماخذه اعتماديه تجدد كل سنه، وعندنا مستشفيات ومراكز صحيه بالقطاع العام بوزارة الصحة ماخذة اعتمادية، ونفس الشيء بالجيش. بآخر مقابلة مع جلالة الملك طلب منا قبل 3 أسابيع أنه يصير الاعتماد شرط أساسي لكل المستشفيات، مش يعني جزء من ترخيص المستشفى يكون ماخذة اعتمادية من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية. دكتور، لحد الآن يعني كم نسبة المستشفيات التي غطتها الاعتمادية من قبل هذا المجلس؟ تقريبا بالقطاع الخاص في عنا تقريبا 15 مستشفى. في القطاع العام بين مراكز صحية ومستشفيات في عنا عدد ضخم، عدد كبير. والمهم بالموضوع انه الاعتمادية مش مرة واحدة فقط. الاعتمادية بتجدد كل سنتين، وبيصير في عملية من الزيارات الميدانية للتأكد من انه الاعتمادية لساتها شغالة ولساتهم بيعملوا كل الشروط اللي مبنية عليها الاعتماد. ممتاز، راح نرجع هذا الموضوع. سيد رامي، يعني واضح انه الجودة هي العنوان للمرحلة المقبلة فيما يتعلق بالخدمات الرعاية الصحية بشكل عام في كل مراحلها. ايضا مسألة الحوسبة للقطاعات الصحية هي جزء من رفع جودة وكفاءة هذه المراكز والمستشفيات والمؤسسات الصحية. ماذا أنجزنا لحد الآن؟ ونحن كنا سباقين على مستوى المنطقة في موضوع حوسبة بعض مستشفيات في الأردن، إلى أين وصل هذا المشروع وما هي الإنجازات التي تحققت؟ طبعا شكرا على الاستضافة. بحب قبل ما أحكي وين وصلنا أعطي توضيح بسيط إيش هو اللي بيعمله برنامج حكيم. برنامج حكيم هو برنامج لحوسبة مستشفيات القطاع العام بالدرجة الأولى بكل مكوناتها، سواء تابعة لوزارة الصحة أو للخدمات الملكية. أو أي مستشفيات جامعية تكامل معها زائد مركز الحسين للسرطان. الحوسبة بنحكي على خلق ملفات طبية إلكترونية للمريض تحتوي على كل معلوماته الطبية من زيارات الأطباء للفحوصات المخبرية، صور الأشعة، العمليات، الإدخالات العاجلة والطارئة، وأي معلومات تانية بتكون مفيدة في التشخيص. فتجمع هاي المعلومات لكل مواطن مرتبطة برقمه الوطني في ملف واحد لكل مواطن بتمكن الطبيب من أنه يخلق تشخيص أفضل، يتفادى مضاعفات كان بالإمكان أنه ما يعرف فيها لو ما توفرت هذه المعلومات. نعم. وبتساعد الدولة على استفادة من هاي البيانات بأكثر من شكل. المسيرة اللي بدأت ب 2009 اليوم بتغطي 30 موقع
في المملكة كاملة. ابتدأنا في مستشفى الأمير حمزة وكان يعني للتلفزيون الأردني لنا شرف أنه تحدثنا على هاي التجربة في لقاء سابق. اليوم إحنا انتشرنا بعد مستشفى الأمير حمزة للبلقاء لمحافظة المفرق إربد والعقبة ومعان. فالبرنامج برنامج شمولي بغطي المستشفيات 45 حكومية، المراكز الصحية الشاملة 85، والمراكز الأولية اللي تقريبا أكثر من 300 بشوي. فمن المجموع إحنا اليوم في 30 موقع، وإن شاء الله في خطة لهذا العام لحتى نرفع العدد لما يتجاوز 80 موقع إن شاء الله. فهي مسيرة طموحة، وكل ما زاد الانتشار كنا عم نساهم في رفع مستوى الخدمات الطبية أكبر. جودة هي فعلا العنوان زي ما تفضلت وذكر أخونا الدكتور أمجد على لقائنا مع جلالة الملك، وكان في التركيز بالحوار على جودة ومحاولة تذليل أي عقبات لهذا الموضوع. اليوم إحنا بنفتخر في التجربة الأردنية في برنامج حكيم أنه وضعنا أساس متقدم عن أغلب دول المنطقة، بل وعلى العكس بحكم صغر الجغرافيا الأردنية والدولة يعني محتوى في جغرافيا صغيرة بتمكننا من أن نعمل إنجازات أكبر من دول كتير كبيرة في العالم. ف30 موقع حتى هاي اللحظة، وإن شاء الله 80 قبل نهاية العام وماشيين. ممتاز. احنا صحيح يعني انه حكيم يعني اكيد حقق نتائج، راح ناتي الى تقييمكم للمؤسسات اللي طبقنا فيها برنامج الحوسبه، لكن بدي اعود للدكتور امجد. يعني موضوع الاعتماديه، الان احنا نتكلم عن القطاع العام تقريبا ومستشفيات القوات المسلحه مشموله في الاعتماديه وهي حققت الاعتماديه، لكن بالقطاع الخاص لازال الشوط ممكن يكون طويل امامنا حتى انه تكون كل هذه المستشفيات حازت على الاعتماديه من مجلس الاعتماد الاردني. فيعني هل اصبح هناك الزاميه من المستشفيات انها يجب ان تتوافق مع معايير الاعتماد من مجلس الصحه الاردني؟ هذا لم نطمح له. هلا في مشروع قانون بدها تقدمه الوزاره، وزاره الصحه تقدمه لاشتراط الاعتماديه كجزء من الترخيص تبع المستشفيات. عندنا جزء كبير من المستشفيات الخاصة معتمدة من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، بس احنا بنطمح انه يكون بغطي جميع المستشفيات وجميع العيادات وجميع المراكز. يعني الرعاية لا تتوقف بس عند المستشفى، كل مؤسسة بتقدم خدمات صحية يجب أن تحصل على الاعتمادية، من صيدليات، من مختبرات، من مراكز أشعة، من أي مؤسسة بتقدم خدمة صحية لأي مريض لازم يكون في عندها اعتمادية، ولازم يكون في موجود عندها سيستم يتأكد أنه هذا السيستم ماشي مع الكل، على أساس أنه نقلل من الأخطاء الطبية، نتأكد أنه مستوى الخدمة يكون مرتكز على المريض. لازم إحنا نضمن أنه المريض هو السنتر أو هو المركز تبع الرعاية الصحية في الأردن، ونكون حريصين جدا على أمن المريض بالدرجة الأولى، على أمان المريض وصحة المريض بالدرجة الأولى. فالاعتمادية هي سلسلة من الشغلات اللي لازم تنعمل على مستوى المستشفيات أو مستشفى المراكز الصحية، ولازم تطبق كل يوم. يعني مجلس اعتماد المؤسسات الصحية مش موجود بالمستشفيات كل يوم عشان يتأكد إنه في السيستم عماله بتطبق، بس احنا واثقين على إنه بس تحط السيستم وتشتغل عليه مرة ومرتين وثلاثة السيستم بضل يتطبق مع كل. إذن دكتور، يعني هل سيحل يعني مجلس اعتماد المؤسسات الصحية هل سيحل محل مؤسسات أخرى تقوم على ترخيص والمراقبة على المؤسسات الصحية، أم إنه سيكون بالتوازي معها؟ بالتوازي معها. مشروع القانون اللي راح ينعرض إن شاء الله هو إنه لازم أي مستشفى يفتح في الأردن سواء كان حكومي أو الخدمات الطبية أو القطاع الخاص يجب أن يحصل على الاعتمادية. زي ما قلت لحضرتك الاعتمادية هي إحنا ماخدينها من مؤسسات خارجية أوكي ومنطبقها بالأردن، فإحنا المؤسسة الوحيدة بالشرق الأوسط اللي بتمنح الاعتمادية بالأردن وخارج الأردن. يعني احنا ممكن هذا السؤال كان بده يكون ممكن حنصدر خدماتنا، يعني انه نمنح مثل ما يعني بعض مؤسسات تاخذ اعتماد دولي من مؤسسات دولية، يعني هل احنا ممكن نمنح لمؤسسات على الاقل على المستوى العربي لمؤسسات صحية؟ احنا عندنا القدرة وعندنا الرخصة انه نقدر نعطي الاعتمادية لكل الدول العربية. ممتاز ممتاز. يعني سيد رامي، يعني الان احنا الخطة طموحة السنة هذه انه نشمل عدد مراكز اكبر ومستشفيات اكبر في القطاع الخاص في موضوع الحوسبة الصحية، لكن تقييمك لمستوى الخدمات وجودة الخدمات في المؤسسات اللي طبقنا فيها برنامج حكيم بدءا من حمزي وانتقالا الى المستشفيات سواء كان بالجنوب او بالشمال؟
سيدي التقييم بدك تعرف انت على تابع لاهداف البرنامج انه نحن هو الارتقاء بالصحه بشكل عام وتخفيض الكلفه على حكومه المملكه الاردنيه وتحسين اشياء غير قابله للقياس في بعض الاحيان. نعم. خلينا اعطيك بعض الامثله واللي احنا قمنا فيها بعمل تقييمات. اليوم من المزايا اللي بيقدمها برنامج حكيم عدا عن استعراض الملف التاريخي اللي هي تقديم معلومات للطبيب على الحساسية وتعارضها مع الأدوية اللي بتكون عند المريض واللي هو بالأيام العادية يغفل عنها الكثير من الأطباء بحكم ضغط المرضى والمراجعين. الأدوية اللي بتعطاها مريض وإذا وصف له أدوية جديدة تضارب الأدوية بينها وبين بعضها وهذه في دول العالم بتسبب نسبة وفيات يعني معينة وبيكون عندهم المعلومات فما بالك في بلد زي الأردن في كثير من الأحيان ما بتكون معلومة فهذه إحنا وجدناها كشغلة موجودة. اليوم في نكتة بتنحكى على أنه خط الأطباء يعني كورس يدرس فيه علم الطب إحنا عم نتجاوز هذا الموضوع ففي اليوم بقدر أنا I cannot quote بس في واحدة من المؤسسات الرائدة اللي إحنا طبقنا فيها واللي عندها مبادرة عالية وذكر لي أنهم بصدد finalizing هذا الرقم مقارنة بأخطاء الوصفات اللي بتنتج عن قراءة الخط نازلة ب20%. أوكي؟ هذا معيار نجاح إحنا بنصنفه لحالنا. في معيار توفير الكلفة على حكومة المملكة الأردنية الهاشمية إحنا عملنا دراسة مستقلة من مستشار أجنبي لمستشفى الأمير حمزة وكان التوفير في الأدوية 24%. أتبعنا هذه التجربة لمجموعة من المواقع اللي لحقت مستشفى الأمير حمزة كان التحسن متفاوت من مستشفى لمستشفى لكن كله بيصب بحدود 25-30% في توفير استهلاك الأدوية. عم نحكي على مقارنة السنة سبقت والمدة اللي تلت تطبيق البرنامج قدين صرف بير بيشنت قدين صرف يعني افريج عدد الادويه للمريض وكلفها من الشراء الموحد جبناها وقارنا بين 25-30%. لما بتحكي على توفير لحكومه المملكه الاردنيه عمالك بتحكي بتوفير 30 مليون دينار او 50 مليون دينار سنوي حسب يعني الرقم اذا بدك تاخذه على وجه الدقه وهذا مبلغ لا يستهان فيه اذا خصوصا اذا وسعنا القاعده يعني اذا اتسعت القاعده شملت مستشفيات اخرى. شكرا لك. هلا اللي اهم من هذا انا اللي بحب احكي عنه على برنامج حكيم مسيره برنامج حكيم. نعم. والخطوه التاليه له يعني وانت يعني ما بدي استبق الحكي بس وبدي اربط للحظه مع الجوده. اليوم احنا اوريدي برنامج حكيم هو جاء ليكمل العمل في القطاع الطبي واحنا اوريدي اشتغلنا مع مؤسسه الاعتماديه للتأكد من أنه تطبيق برنامج حكيم بمجرد تطبيقه هو متوافق لاحتياجات الاعتمادية في المملكة فلا يعود هناك داعي نتيجة الجهة الرقابية الانسبكتورز المفتشين اللي عندهم يعملوا تفتيش أنه هل هذا المستشفى متوافق على الأقل في جانب الاي تي أو التكنولوجيا المعلوماتية بتجاوزها عارفين هاي البرنامج تم تصميمه وتم ملء أي فراغات بيننا وبين احتياجات الاعتمادية وهذا جهد أنجز الحمد لله وطلع بس بندين ثلاثة اللي كانوا بحاجة لاستكمال وتم العمل عليهم لكن لما بدنا نحكي على الخطوة التالية وتابع للجودة كيف أنت بتقدر كدولة تاخذ قرارات باستخدام هاي الديتا ويمكن إخواننا في فارماسي وان كمان كان عندهم تجربة سابقة لكن نعم. إحنا اليوم عم نحكي على أكثر من 700,000 ملف موجودين إلكترونيا هاي ديتا يدفع حقها فلوس في بلاد العالم صحيح. للدراسات والتقييم مين عنده أي تشخيص إيش عم ياخد أي دواء إيش الاستجابة لأي دواء إيش نشتري إيش نعمل كيف نخطط أنماط حتى القطاع الخاص منتج الأدوية بيقدر يخطط كيف ينتج الخطة الإنتاجية تبعته أو كيف يستورد إيش يستورد مثال بسيط إحنا حقيقة حاولنا نعمل تجربة بسيطة لحتى نشوف هل نحن مهيئين لأنه ننتقل لمرحلة الأبحاث التجربة لم تأخذ الطابع العلمي الشامل البحثي البحث يعني زي ما بتلاقيه بالمؤسسات الأكاديمية لك مباشرة مرض معين دواء معين استجابة معينة وكانت النتيجة جميلة جدا ما بقدر أحكي الأسماء الأدوية لكن هو موضوع مرتبط بالتهاب المسالك البولية واكتشفنا أنه أحد الأدوية الذي يصرف كدواء رقم واحد لهذا لهاي الحالة اللي هي التهاب المسالك في الولايات المتحدة لا يستجيب له المواطن الأردني فانت اكتشاف مثل هيك لما بتيجي انت بدك تحكي كشراء موحد فرضا بصير في توجيه بقول لك انا جايب لك المرسيدس البنتلي ذا كريم اوف ذا كريم احسن دواء موجود عم بجيب لك اياه للمملكه عرفت؟ بقول له تمام جيب لي احسن دواء للمملكه مش غالي مش عماله بيعطي استجابه وهي يعني اشياء بتتفوت من الاعراق يعني فلما احنا بنقدر نطلع مثل هاي الديتا وبلشنا نتعامل مع هاي البيانات انت عم تحكي على كنز هائل يفتح امام حكومه المملكه اذا في ترشيد لقرار الشراء بالنهايه يعني وخلق
مركز امتياز في هاي المعلوماتية يصدر للمنطقة. ممتاز، يعني هذا شيء بثلج الصدر. انا بدي انتقل للدكتور امجد، وحنا نتكلم الان يعني عن موضوع الاعتمادية، هي جزء منها اللي هي الانظمة المحوسبة للمستشفيات، سواء كان حكيم او اذا في انظمة اخرى ممكن تكون مستشفيات بتطبق هذه الانظمة. لكن هل يتطلب موضوع انه تصل المستشفيات والمؤسسات والمراكز الصحية والعيادات لاحقا الى مستوى معايير الاعتمادية التي يحددها يعني مجلس اعتماد المؤسسات الصحية؟ يعني هل يتطلب ذلك استثمار من وجهة نظرك وتقييم كل الواقع؟ هل تتطلب استثمارات من هذه المؤسسات حتى تصل إلى مستوى هذه المعايير؟ التوثيق هو واحد من الأساسيات للاعتمادية. توثيق المريض قديش عمره، قديش عنده حساسية ولا ما عنده حساسية، إيش الأدوية اللي بأخدها، إذا في عنده تعارض الأدوية مع بعض، مين الطبيب اللي شافه، تاريخ التوثيق هي أساس الاعتمادية. التوثيق إذا كان معمول بملف متعودين عليه بخط الإيد بمشي، بس بنفس الوقت كم الهائل من المرضى اللي عمالنا بنشوفها بخلي وجود برنامج أساسي كتير لعمل المستشفى. كتكلفة، التكلفة مش أغلى من الأجهزة اللي بيشتروها المستشفيات، مش أغلى من جهاز إكس راي، مش أغلى من جهاز MRI، مش أغلى من جهاز سي تي سكان، بالعكس هو جزء بسيط من التكلفة اللي بتكلفها المستشفى، بس بتساعد بالتوثيق وبتساعد ثلاث جهات، ما بتساعد بس المستشفى بالحصول على الاعتمادية. حوسبة القطاع الصحي بشكل عام بيساعد المريض، بيخدم المريض، بيساعد مقدم الخدمة لو كانت شركة تأمين أو TPA أو حكومة أو مقدم، وبيساعد المستشفى بنفس الوقت، فهي والطبيب، فهي بتخدم جميع الحوسبة، بتخدم الكل. يعني على سبيل المثال شو المريض بيستفيد من الحوسبة؟ خلينا نقول افرض انه مريض عماله باخد دواء أمراض مزمنة، دواء للضغط، لما يجي كل شهر ياخد الدواء تبعه، افرض انه تأخر 5 أيام عن استلام الدواء تبعه، او اجى 5 أيام او 6 أيام بكير، بيقدر الصيدلي يسأله اذا تأخر 5 أيام هل عمالك تاخد دواء كل يوم؟ اذا انت تأخرت 5 أيام معناته فشأت عن اخذ الدواء، فهذا بيخدم المريض. اذا المريض كان عنده حساسية لدواء معين زي ما الاخرامي حكى، يمكن بنسى يحكي للطبيب، ويمكن المريض بشوف عدة أطباء بعدة تخصصات بعدة مستشفيات، فوجود ملف مركزي للمريض يرجع لإله الطبيب بغض النظر على أي مستشفى أو بين تخصص، بضمن أنه ما يصير في تكرار الدواء، بتعرف الأدوية موجودة بأسماء تجارية وأسماء علمية مختلفة من نفس العيلة. فكتير مهم الرجوع لتاريخ المريض عشان يشوف أخذ الدواء وما استجاب لإله، على سبيل المثال اللي حكى رامي قبل شوي، انه اخذ الدواء ما استجاب له بعطيهوش اياه مره ثانيه، اخذ من نفس العيله وما استجاب لها بعطيهوش اياه مره ثانيه. فبيخدم المريض بشكل اساسي. احنا حكينا قبل شوي انه بيخدم الدوله او مقدم الخدمه بتوفير ووقف الهدر، انا بدي اركز انه هو بيخدم الكل، بيخدم الطبيب لانه بصير الطبيب عنده معلومات يعمل، يقدر يتخذ القرار يشخص صح، يشخص بطريقة صح وطريقة سليمة وسريعة، لأنه حوسبة القطاع الصحي بيخلي بين إيدين الدكتور فحص المختبر وفحص الأشعة واتصاله بالصيدلية وجود الدواء بالصيدلية، فبوفر على كل الستيك هولدرز الموجودين وقت، وبأكد على الرعاية الصحية اللي بنحكي احنا دايما فيها، اللي هي تكون دايما يعني مصلحة المريض هي الأساس تبعها، واللي هو هذا هدف مجلس الاعتماد المؤسسة الصحية، أن نرتقي بالمستوى الرعاية الصحية لأعلى مستوى ممكن. يعني سيد رامي، يعني الموضوع واضح أنه برغم حداثته، لكن هل في تعاون بينكم وبين الجامعات فيما يتعلق، لأن الجامعات اللي خصوصا اللي بتدرس التخصصات الطبية سواء كان طب أو صيدلي أو الخدمات الأخرى، فهل في تعاون بينكم وبينهم على تأهيل الطلاب أو إدخال مساقات جديدة حتى تتوافق مع احتياجات المستشفيات لموضوع الاعتمادية وموضوع حوسبة الأعمالها كلها أو إجراءاتها؟ إجابة على الموضوع العلمي والتعاون مع الجامعات، في بدايات وفي جهد نحط لحتى هاي اللحظة. إحنا في إلنا اتفاقية قائمة وصار لها أكثر من سنة مع الجامعة الهاشمية، لما إحنا عم نحكي على تأهيل الناس تتعامل مع الجانب المعرفي
لأنظمة المعلومات المتعلق بالطب وبالصحة بشكل عام. أنت عمالك بتخاطب نوعين من الجمهور، جمهور الاي تي أو أنظمة المعلومات وبتحاول تجسر عنده الفجوة باتجاه الطب، عم بتخاطب الناس اللي من الجانب الطبي سواء طبيب ممرض صيدلاني أو كل هذا الجانب المعرفة الطبية، وبتجسر له الفجوة باتجاه أنظمة المعلومات. اليوم احنا واحدة من الشغلات اللي بنسعى لها هي العمل مع كل الجامعات، انجزنا شغل جيد مع الجامعة الهاشمية، يعني بقيادة مستنيرة الحمد لله وديناميكية على درجة عالية، حطينا كورسات لطلاب أنظمة المعلومات في مجال المعلوماتية الطبية، وبنفس الوقت أهلنا مختبر في كلية الطب والتمريض لأجل تدريبهم على استخدام برمجيات الأنظمة المعلوماتية الطبية. فاليوم الطبيب هو عم بدرس للطب أو تلميذ الطب، لما بيروح بيشوف المجسم لوجه الإنسان ذراع الإنسان، مش بس عماله بتعلم الطب عليها والتشريح وأصول الطب، عماله بتعلم كيف يدخل هاي المعلومات ويتعاطى مع أنظمة المعلومات للإدخال ولاستخراج المعلومات. هذه التجربة اللي كانت ناجحة جدا مع مستشفى مع الجامعة الهاشمية، اليوم هي بصدد تعميمها على أكثر من جامعة. في تجاوب عالي الحقيقة، إحنا يمكن حبينا أنه نبدأ ونثبت الكونسبت أنه هذا التعاون يجدي وأجدى في الحقيقة نفع جيد جدا، نأمل في تعميمه على أكثر من محافظة في المملكة. الموضوع مش بس متعلق في الأردن، الموضوع متعلق بالتصدير. اليوم كلنا بنسمع في أكثر من ندوات على الفجوة ما بين المخرجات التعليم واحتياجات السوق، كيف ما بدنا نركبها؟ اليوم صحيح. السوق الخليجي عماله بيستثمر مبالغ طائلة في الرعاية الصحية، في بناء المستشفيات والمرافق الصحية. إذا احنا أخرجنا مواطن أردني قادر، فإحنا مش عم نخدم بس الأردن، مش عم نخدم برنامج طبعا. حكيم والقطاع الصحي الحكومي، احنا عم نخدم توفر فرص التصدير والاقتصاد الأردني بالصورة الأوسع والأشمل إن شاء الله. أنا بس بعد إذنك بدي أحكي شغلة على إيش بيستفيد المريض، وأنت سألت في السؤال اللي قبل. نعم. الحوسبة مش بس على الجانب لتحسين الصحة، الحوسبة على تحسين تجربة المريض بشكل عام. لما بلش برنامج حكيم اكتشفنا انه طريقة عمل المستشفيات اليوم، وبسبب الموروث يعني أنظمة، انه انت عندك التأمين مفصول عن التسجيل، مفصول عن ادخال الطبيب وما يتبع، المريض العادي بيوقف 4-5 محطات لبين ما يشوف الطبيب اللي هو بالقطاع الخاص، بيروح بتليفون وبيروح، عدا عن انه مرات بيضطر يروح زياره للمستشفى ليعمل موعد ويروح. طب ما هو هذا المواطن يعني بالاجمال، يعني معروف الماليه تبعته اللي عماله بيضطر يروح لبعض المستشفيات، طبعا في عليه جهد وتكلفه. احنا اليوم هلا عم نعمل اول تجربه اطلقناها في مستشفى الامير حمزه لحوسبه الفوتره والمستودعات. شو فائدتها هاي؟ اليوم المقترح اللي محطوط على الطاوله واللي عم نشتغل عليه مع مستشفى الامير حمزه والاخوان يعني كانوا متعاونين لأبعد الحدود ضمن الأنظمة المعمول فيها، تحويل الخمس محطات توقف لمحطة واحدة، المريض يروح يصير زي الناس في كل القطاعات الخاصة المحترمة، ما فيش داعي اطلع لفوق وانزل لتحت وجيب هناك واختم هناك، وبتكتشف الختم يختم بدون أي يعني فيش داعي، لا ما فيش له داعي، عرفت كيف؟ بس بدنا نهول المواطن. احنا بنعرف انه بنحكي على تحسين مستوى الطب والرعاية الصحية، هذه المواطن يلمسها على المدى الطويل، المواطن يلمس اليوم الطوابير، هذا اللي بيشوفه المواطن. صحيح. عرفت صحيح. عم نحاول نخففه. وفي أبعد من هيك لسه، حتى حوسبة كمان يمكن الدكتور أمجد ما حكى عنها، للمستودعات الطبية ما بعرف إذا ممكن تتطرق لها. طبعا. واللي إحنا وياهم بدنا نتكامل مع بعضينا فيها، يعني رسالة واحدة لتحسين تجربة المريض بالصورة الكبيرة. ممتاز. يعني دكتور، طبعا احنا نتكلم عن قطاع خاص وقطاع عام، القطاع العام يعني الشباب شغالين بحكيم وهي الانتشار يعني بدأ ووصل يعني مستوى متقدم، لكن فيما يتعلق في القطاع الخاص يعني هل في هناك مستشفيات في الأردن تطبق أنظمة مشابهة لنظام حكيم، وهل يتم اختبار هذه الأنظمة من قبلكم؟ هذا جانب. والجانب الآخر يعني الهدف من حوسبة اي قطاع إن كان، في النهايه انا عندي مخزون استراتيجي او عفوا مخزون مركزي من كل المستلزمات اللي انا بحتاجها للعمليات، علاج، شاش، اي ان كانت هذه المستلزمات، ايضا ضبطها بحتاج الى شبكه مركزيه بين هذه المستودعات، حتى انه انا اذا كان في عندي نقص بعمان وفي زياده بالكرك اروح اخذ بالكرك. فالى اين وصلتم في هذا الموضوع دكتور؟ اوكي، بالنسبه للمستشفيات بالقطاع الخاص بدي بس اعلق على شغله حكاها الاخ رامي، انه لساتها ضروري جدا بحوسبة الاتصال من
الجسم الطبي مع شركات التأمين. بالوقت الحاضر المريض بيضطر يستنى بالقطاع الخاص 10 دقائق 15 دقيقة ربع ساعة قبل ما ياخد الموافقة من شركة التأمين. وكوننا بنتعامل مع مريض يمكن يكون تعبان، يمكن يكون مستعجل، يمكن يكون طبعا. وبتعرف الحالة النفسية بتلعب دور كبير، بفكر انه اول ما ياخد الحبة الدواء رح يتحسن رأسا. لازم انه نسرع بعملية الموافقات اللي بتتم، والحوسبة هي اهم اشي ممكن نعمله عشان نسرع بعملية اخذ الموافقات. مش معقول احنا بنروح على سوبر ماركت او على اي محل ومستعمل. يعني انا بدي اعتذر منك، يعني موضوع اخذ الموافقات هذا الموضوع مهم جدا، وموضوع الربط مع شركات التامين، لكن للاسف احنا مضطرين ناخذ فاصل، يعني بنناقش هاي بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين فاصل وسنعود اليكم. أعزائي المشاهدين أهلا بكم من جديد. يعني دكتور، يعني موضوع الربط مع شركات التأمين هل هو وارد في هذا الاتجاه، خصوصا فيما يتعلق في سرعة أخذ الموافقات، طالما أنه بعض حالات بتحتاج أحيانا سرعة في اتخاذ القرار والإجراء الطبي أيضا؟ طبعا هو موجود برامج لكل شركة تأمين على حدة، بس هاي ما عمالها بتسرع، لأنه الصيدلاني أو المستشفى بده يستخدم برامج مختلفة لشركات تأمين مختلفة، وهذا عمله بعمل إرباك. لازم نخلي كل شركات تأمين تحكي مع شركة واحدة أو جهاز واحد وهو اللي يوزع الموافقات، وتتم بنفس الطريقة، يعني زي ما حكيت قبل شوي، فيزا والماستر كارد خلال 5 ثواني 6 ثواني بتكون باعت للبنك وماخذ موافقة وراجعة وماخذ أغراضك وماشي. بالقطاع الصحي بنقدر نعمل نفس الشيء بالضبط، وهي ضرورة يعني ملحة ولازم انه نعملها. بالنسبة لسؤالك على هل يوجد برامج غير برنامج حكيم بالقطاع الخاص، طبعا يعني يوجد برامج تانية، بس يعني انا بدي اكون شوي يعني قريب، مش زي برنامج حكيم ومش متكامل. البرنامج اللي بده لازم يخدم الطبيب يبدأ من عند الطبيب، ومن عند الطبيب ينزل للمستشفى، الطبيب يقدر يشوف الأشعة ويقدر يشوف كل الشغلات بدون ما يجي المريض معاه الملف ويفرجيه صورة الأشعة كله إلكترونيا. ما في برنامج بيقدر يعملها على كل مستوى، يجب تطبيق يا إما برنامج يقدر يحكي مع كل هاي البرامج الموجودة بكل المستشفيات، أو يجب تطبيق برنامج واحد بكل المستشفيات. نعم أوكي. ممتاز دكتور، بس المستودعات وأهمية الربط بين المستودعات كشراء مركزي. طبعا إدارة المخزون إشي كتير مهم بتوفير الدواء وعدم انتهاء فترة صلاحية الدواء، والتأكد أنه موجود بكل المناطق بالكمية اللي هم بحاجة لإلها. فربط مستودعات وزارة الصحة مع بعض وربط مستودعات والصيدليات مع بعض بيساعد كتير على معرفة وين الدواء موجود. يعني يعني مثلا نط افيلابل هاي، يعني رايحين ما نلاقيها، رشيتة بتروح بده تصرف على الصيدلية، اسهل ما عنده يحط نط افيلابل ويرجع مرة ثانية على الطبيب، والطبيب يكتب الدواء ويرجع مرة ثانية على الصيدلية. يعني هاي ممكن تنتهي دكتور من المستشفيات. يعني احنا جزء من شغلنا مع كفارماسي وان مع القطاع العام مع وزارة الصحة انه بدأنا بحوسبة مستودعات وزارة الصحة، وهذا كان جزء من الشراكة بين القطاع الخاص والعام اللي جلالة الملك بيحكي عليه دايما وقديش مهم. بده يرتبط كل مستودعات وزارة الصحة مع بعض. في حال تم الاتصال بأي مستشفى الدواء الفلاني مقطوع بالمنطقة الفلانية، بكبسة زر بقدر يعرف موجود بأي منطقة بالأردن وبقدر يجيبه. هذا بالقطاع الخاص موجود، احنا عمالنا بنستعمله بالقطاع الخاص، بس احنا بدنا نعمم التجربة على مستوى. هاي الطريقة بصفي انه اذا في 50 قطعة موجودة من دواء معين بالكرك ومقطوع بإربد، بقدر بكل بساطة يحول من 20-30 من الكرك لإربد، فبصير تدوير للمخزون وبصير وقت الشراء في عنا معلومات نبني عليها لما نشتري. هي دكتور يعني الواضح انه تماما انه مشروع الحوسبة بشكل عام والاعتمادية اللي هي الحوسبة بجزء منها انها بتوفر معلومات، وهذه المعلومات منجم. لكن احنا بدنا نشرك معنا امين عام المجلس الاعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالية. يعطيك العافية دكتورة.
الله يعافيك ستي. احنا يعني صحيح الدكتور ضيوفنا اكدوا على انه المعلومات التي يوفرها برنامج الحوسبة الصحية بالمستشفيات وخصوصا مع يعني المراحل المقبلة مع استكماله يوفر قاعدة بيانات مهمة، لكن بدنا نعرف من حضرتك كيف اهمية استخدام هذه البيانات لخدمة الاغراض السكانية وللتخطيط ليتعلق بالسكان وصحة السكان ايضا. يعني نحن بنعرف بأنه المعرفة هي سلاح، وأنه نحن ما نستطيع من الآن فصاعداً أنه نحن نخطط للبلد إذا ما عندنا المعلومات الصحيحة والدقيقة. وللأسف بالعالم العربي نظم المعلومات عم بتكون ضعيفة وما عم تستخدم في صنع القرار، ولذلك نحن مبسوطين كثير من برنامج الحوسبة اللي عم بيكون في وزارة الصحة، لأنه هذا رح يساعدنا كتير نفهم الوضع الصحي في الأردن، نفهم الإحصاءات وشو التغيرات اللي عم بتصير في السكان والوضع الصحي إلهم، ورح نشوف شو النشاط اللي عم بيصير إن شاء الله مش بس بالمستشفيات وإنما بالمراكز الصحية حتى يكون عندنا صورة أفضل لهالتغيرات اللي عم بتصير في السكان. زي ما قلنا عم نخفض نسبة الأطفال تحت سن الـ15، عم بيزيد السكان في سن العمل، فهاي كلها بتبعها تغيرات مرضية، رح يصير عندنا أكثر نسبة الأمراض المزمنة، وهاي بدها خطط مختلفة عن الخطط اللي كنا في السابق نعتمد على أدوية مثل مضادات الحيوية. الآن أصبح عندنا أمراض مزمنة وهي تكلفتها عالية، فنحن بحاجة أنه نستعمل المعلومة حتى نقدر نشتغل بنظام صحي كفؤ، وهذا بيساعدنا كمان كمجلس أعلى للسكان نعرف شو هي المداخلات اللي بتساعد أنها تحافظ على صحة المواطن ويكون هو نشيط عنده خدمات صحية اللي هو بيحتاجها في المنطقة اللي هو بيحتاجها، ويكون تكلفتها ضمن المعقول. وكثير نحكي على التأمين الصحي الشامل الآن، فإذا ما عندنا معلومة صحيحة كيف نحسب حسبة تكلفة الدواء أو حسبة تكلفة علاج مريض معين أو الفحوصات الطبية اللي لازم تقوم فيها. دكتورة سوسن، يعني احنا بنشكرك، واللي بنأمله احنا يكون في تكامل بين الأجهزة الرسمية سواء كان المجلس الأعلى للسكان مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، حتى انه فعلا نقدر نخطط احنا لمستقبلنا. وايضا مقبل عندنا في العام الحالي اللي هو دراسة او احصاء للسكان والمساكن في شكل عام في المملكة، وايضا اذا احنا عملنا مزاوجة بين هذه المعلومات ممكن نصل فعلا الى خطط فعالة تخدم المواطن خير خدمة. شكرا جزيلا دكتورة سوسن على هذه المداخلة. يعني سيد رامي، حكت الدكتور سوسن عن نظم معلومات تفتقر إليها الدول العربية، وإحنا بدأنا في هذا النشاط. قد تكون بعض الدول العربية سبقتنا، لكن على مستوى مستشفى، لكن على مستوى بلد بالكامل إنه يكون فيها أنظمة تطبق بهذا المستوى، مستشفيات ومراكز صحية وتصل إلى العيادات الطبية، هذا يعني ممكن تكون تجربة مميزة في هذا الجانب. دكتور، يعني هل حكيم عنده القدرة أنه يصدر هذه الخدمات للدول العربية ويطبق هذه البرامج في الدول العربية؟ هل قطعت خطوات في هذا الاتجاه؟ نعم، قطعنا خطوات بهذا الاتجاه، هلا بحكي لك. بس قبل هيك، هو نعم بعض الدول العربية قد تكون سبقتنا في المكون أنه على مستوى مستشفى واحد، لكن برنامج حكيم برؤيته وآلية تطبيقه وشموليته حاليا هو متقدم على مستوى العالم، مش على مستوى العالم العربي. بس أحب أوضح والتأكيد للنقطة، إحنا هلا كان في عنا زيارة في ألمانيا لحتى نشوف كيف آلية استخدام البيانات، وهذا علم ناشئ جديد، يعني حتى في أمريكا وفي أوروبا لساته الخبرات فيه محدودة. اكتشفنا أنه إحنا سابقين كتير من الدول في هذا الموضوع. هلا اللي بسمع المشاهد بقول لك سحب الأفلام المعتاد تبعنا، لكن مش هيك عمالي بحكي هلا حقيقة على الأرض. إحنا بآليته بطريقة الفيجن تبعه اليوم هو متقدم عن دول كتيرة في العالم، بل على العكس، يمكن هذه واحدة من المزايا أنه إحنا ما كنا السباقين في البداية في هذا البرامج، أنه استفدنا من التجارب. على مستوى التصدير يا سيدي، إحنا اليوم كشركة بتجينا كتير استفسارات من دول العالم، وكان لنا تجربة ناجحة في تطبيق ما تم تطبيقه في الأردن في أحد مستشفيات إقليم كردستان في العراق، واليوم في عنا في أحد المستشفيات في دولة الكويت إن شاء الله. طبعا لخصوصية هاي المستشفيات يجب الاستئذان منها قبل إفصاح عن أسمائها، لكن هاي التجربة ناجحة، واليوم عمالها بتجينا وفود من أكثر من بلد في العالم، و
نحن عندنا ثقة تامة انه اليوم لما انا عمالي بحكي لك على 30 موقع انجزوا في مدى بين 2012 و2014، هاي ثلاث سنوات 30 موقع هذا لا يستهان به في دول العالم العادية. تطبيق برنامج زي برنامج حكيم في المستشفى الواحد بده سنة ونص. التيم الأردني تيم كفؤ، التيم الأردني تمكننا في العمل مع بعض من قولبة التطبيق لوائم العقلية المحلية والنمط المحلي، فصار بإمكاننا أنه ننجزها بين 6 شهور ل8 شهور. هذا اللي عم بحكي لك بالعالم ينجز بسنة ونص، فرفعنا المعيار بدرجة عالية، وهذا اليوم بيعطي ثقة للناس لما عم تيجينا. إحنا اليوم عم نحكي على بالإضافة للموقعين اللي ذكرتهم في كردستان وفي الكويت، في عنا عم نحكي على احتمالية عقد شراكة مع إحدى مناطق المنطقة العربية على مستوى وطني، يعني شيء كبير جدا، وهذا رح يكون قصة نجاح باهرة للمملكة الأردنية. الموضوع عم بنطبخ يعني، فما في داعي أني أتعجل طبعاً في حكي فيه، لكن نعم التجربة الأردنية اليوم صارت مثيرة للإعجاب بأكثر من دولة ويمكن تصديرها 100%. دكتور أمجد، أنا بدي أعود لموضوع شركات التأمين. يعني الصحيح إذا إحنا بالنهاية حوسبنا المستشفيات الخاصة ومستشفيات القطاع العام والخدمات الطبية، بس أهم شيء الشركاء اللي بيشتغلوا معنا على خدمة المواطن ورفع مستوى الرعاية الصحية. إذا شركات التأمين ما كان في توافق بينها وبين أنظمة المستشفيات، بالنهاية إحنا بظل هالفجوة هذه موجودة. فهل في هناك برامج ممكن تستهدف شركات التأمين، أو إنه تدخل الشركات التأمين ضمن الاعتمادية، يعني ضمن مظلة المجلس اعتماد المؤسسات الصحية؟ يعني شركات التأمين على الأقل ما يتعلق في القسم الصحي منها، يعني ما بدنا تأمين السيارات ولا بدنا تأمين الحريق. القسم الصحي اللي له علاقة ب يعني الحفاظ على سرية المريض، اللي له بملف المريض العلاجي، هذا مهم كتير، وهذا لازم يكون موجود في أماكن يعني مش سهل واحد يدخل عليها ويأخذ المعلومة كلياتها. بس بكل بساطة يعني بقدر بكل سهولة برنامج كمبيوتر موجود بكل الشركات المقدمة للخدمات الطبية يحكي مع البرنامج الموجود بكل شركة تأمين على حدة. يعني مش شرط كل شركة تأمين تترك البرنامج الموجود عندها وتيجي تحط برنامج معين على أساس أنه يصير في الربط. الربط بتم عن طريق يخلي برنامج كمبيوتر يحكي مع برنامج تاني، في توافق يكون في توافق بيناتهم. فهذا بده شوية شغل، بده شوية وقت، بس مش مستحيل. يعني بيصير افرض انه مريض اجى على صيدلية، دخل على الصيدلية اعطى كرت التأمين تبعه، دخل على الكمبيوتر، خلال ثواني بيقدر يبعث لشركة التأمين المريض الفلاني موجود، رقم الوطني كذا، طبيبه فلان، الأدوية 1 2 3 4، ما فيش فيها تعارض أدوية، وياخد رد من شركة التأمين أنه تأمين المريض مغطى تأمينيا والدواء مغطى، زائد أنه الطبيب هو معتمد لشركة التأمين. يعني احنا بالاردن قطعنا شوط كتير اكبر من هذا، فهذا يعتبر بوجهة نظري اشي صغير واشي بقدر ينعمل بسرعة فائقة. يعني دكتور احنا بدنا نحاول نشرك معنا اصحاب شركات التأمين. معنا السيد احمد تيجاني الرئيس التنفيذي لشركة نات هيلف. لسه الاتصال ليس جاهزا حتى الان، يعني ممكن يجهز باي لحظه، لانه في اهميه اذا ما كانت ايضا شركات التامين قد قدمت خطوه في اتجاه انها تتوافق مع اجهزه الحوزه الصحيه، بالنهايه احنا الخدمه ظلت مجزوءه. يعني المريض اللي بروح عند الصيدليه بينتظر، انه كنت اشوفه في عيني، ينتظر تاخذ موافقه شركه التامين حتى يجي الرد، ممكن تروح على الشغله ربع ساعه نص ساعه وهو مستعجل بكون بده الدواء. بالاضافه لهذا الكلام انه في عنا بعض المرضى المؤمنين بعدة جهات، أوكي، فمؤمن بالقطاع الخاص ومؤمن بالقطاع العام والخدمات الطبية. مرات باخد دواء من هون وباخد دواء من هون وباخد دواء من هون، بدأ يخلط الأدوية مع بعض. توحيد مصدر الموافقات سواء كان بالقطاع الخاص أو العام أو الخدمات الطبية كمان بضمن صحة المريض، وهذه مهمة جدا جدا جدا. في مرضى باخد دواء للمفاصل من القطاع العام وباخد دواء للقلب من القطاع الخاص، ويمكن يكون مؤمن بالخدمات الطبية كمان ياخد دواء. الأدوية هدول مين بيعرف إذا بقدروا يتاخذوا مع بعض ولا لا؟ صحيح. في تعارض ما فيش تعارض. يعني في بعض الأدوية فعاليتها بتقل إذا تاخذت مع بعض، في بعض الأدوية ممكن تكون لها أثار جانبية تضر المريض. فوجود يعني أمبريلا أو مظلة لكل هاي المؤسسات تضمن
بتضمن خصوصية المريض وهذه بالدرجة الأولى كتير بتفيد المريض وبتسرع من عملية. هو لتأكيد هاي من نظرة الدكتور أهمية أن يكون كل الشركاء اللي بيقدموا رعاية صحية من الألف للياء يكونوا كلياتهم ضمن شبكة واحدة. الاتصال صار جاهز. السيد أحمد تيجان الرئيس التنفيذي للنات هيلث يعطيك العافية. أهلين حياك الله سيدي. إحنا كنا نتحدث عن موضوع حوسبة الحوسبة الصحية بشكل عام في المستشفيات وأهمية الجزئية اللي كنا نتكلم فيها قبل شوي اللي هي أهمية الربط مع شركات التأمين حتى إنه نضمن مستوى الرعاية وسرعة الخدمة للمريض تكون يعني بمستوى لائق. الآن يعني ليست كل شركات التأمين مرتبطة مع المستشفيات ضمن في يعني في أنظمة إلكترونية. كيف الواقع بالنسبة لشركات التأمين من خبرتك وما هو ممكن ان نعمله حتى نطور هذه الخدمه ونسرعها؟ الاجابه على سؤالك يجب ان ننوه لاهميه الضبط والربط في هذه العمليه. الضبط يتم هنا من خلال ضبط الاجراءات ضمن المعايير الدوليه والربط وهو من خلال ربط الجهات الطبيه مع بعضها البعض للتخاطب وتداول المعلومه في انيه لحظيه متكامله. بالنسبة للجاهزية معظم شركات التأمين تمتلك أنظمة مؤقتة جاهزة للربط مع المستشفيات، ولكن بتعرف هناك مراحل وهذه عملية مش سهلة لأنه في ستاندرز معينة يجب أن تنطبق للتخاطب. هاي هي الحقيقة أكثر معيق حالياً لتخاطب المستشفيات مع شركات التأمين ومع شركات إدارة التأمين. نحن في نات هيلث يعني من ضمن الشركات اللي بتشتغل بشكل حثيث على خلق آلية للربط والتخاطب ما بين أنظمة المستشفيات وما بين أنظمة شركات التأمين للوصول إلى الهدف المنشود وهو أهم هدف يجب أن نعمل عليه في المملكة وهو الملف الطبي الإلكتروني للمريض. لأن يعني الملف الطبي الإلكتروني للمريض هو يعني حجر الأساس في عملية التنمية للحوسبة في القطاع الصحي. يعني بس سيد أحمد يعني كم عدد شركات التأمين التي تنضوي مثل يعني شبكة مثل شبكة النات هيلث مسؤولة عن الأكثر من شركة تأمين تربطها مع المستشفيات والمنتفعين، بس كم عدد شركات التأمين التي تنضوي تحت مثل هذه المظلة؟ يعني حاليا النات هيلث بتضم في ضمن المظلة تبعتها بحدود 6 شركات تأمين رئيسية في البلد وهي من أكبر الشركات العاملة في مجال التأمين الصحي. نعم. زي ما تفضلت يعني عملية الربط بدها طرفين، هاي المعادلة بدها طرفين وجهد مشترك ما بين المستشفيات وما بين القطاع العام وما بين شركات إدارة التأمين وشركات التأمين. سيد أحمد المبادرة يجب أن تكون من مين؟ من شركات التأمين ولا من المستشفيات نفسها؟ المبادرة يجب أن تكون مشتركة لأنه هذا مشروع وطني يحتم علينا إنجاحه. الكم الهائل من المطالبات الطبية التي تتزايد سنة بعد سنة ستشكل عبء كبير على المستشفيات إذا لم يتم التعامل معها بطريقة مؤتمة وبطريقة علمية إن شاء الله. سيد أحمد تيجان الرئيس التنفيذي للنات هيلث شبكة نات هيلث شكرا جزيلا لك. يعني سيد رامي يعني الموضوع ممكن أخذ تفاعل أكثر مع المواطنين فبسأله إنه المستشفيات الصغيرة يعني هل ممكن يشملها نظام حكيم؟ أنا بعتقد المسألة راح تصل للعيادات يعني مش بس المستشفيات الصغيرة صح؟ كل مرافق القطاع العام الصحية سيتم تغطيتها في برنامج حكيم. مستشفيات الصحة والخدمات ومستشفيات الجامعية سواء المستشفيات الجامعية ببرامجها اللي موجودة نتكامل معها أو من خلال الاستفادة من بعض مكونات برنامج حكيم ومركز الحسين للسرطان، هدول هم الخمس مجموعات الأساسية اللي بتأتي تحت القطاع العام.
المراكز الصحية الشاملة اللي هم مستشفيات صغيرة بدون المبيت بدون إقامة المرضى، والمراكز الأولية اللي هي عيادات بعضها بحجم مستوصف بعضها بحجم عيادة يعني 10 أطباء أو 5 أطباء أو ما إلى ذلك. كل هدول بالشمال بالجنوب بالوسط بالشرق بالغرب ستنضوي تحت الموضوع. أنا بس بدي أحكي شغلة على موضوع الربط اللي عم نحكي عنه، يمكن لاحظت من النقاش اللي عم بيصير في مخاض الحاجة صارت أوضح صحيح. وأكثر يعني صحيح. وضوحا للكل. اليوم بنقول من يعلق الجرس وكيف تكون آلية تعليق الجرس، وصار حوار على هذا الموضوع. أنت علقت الجرس؟ إحنا علقنا الجرس في موضوع حوسبة مكون اللي هو الملف الطبي الإلكتروني في القطاع الصحي. لكن اليوم بكرة بدي أعطيك مثال بسيط، بيجي مريض عندي على القطاع العام بيروح بيقول لك لسبب معين أنا بدي أروح للقطاع الخاص، بيروح على القطاع الخاص صار في انقطاع في المعلومة وكل توابعها بالأمثلة اللي ذكرها الدكتور أمجد بتتبع من ذلك. فالنتيجة إيش بصير؟ عندك حاجة للتكامل. طب إيش عمل بالمستشفى الفلاني؟ إيش عمل إذا ما إحنا يعني نتأمل مع ضم شبك يعني لهذه الشبكة يعني مستشفيات ومراكز طبية جديدة أن يعني نصل إلى هذا الهدف. إحنا المشكلة إنه الوقت أدركنا أعزائي المشاهدين لا يسعنا في نهاية حلقتنا لهذه الليلة، وكنا نناقش فيها موضوع حوسبة الخدمات الصحية في المملكة. إلى أن نتقدم بالشكر الجزيل من الرئيس مجلس إدارة مجلس اعتماد المؤسسات الصحية ورئيس ومؤسس فارماسي ون الدكتور أمجد العريان، شكرا جزيلا لك. وأيضا السيد رامي العدوان الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية. أعزائي إلى أن نلتقيكم في حلقة مقبلة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.